ما بعرف كيف نقدر نوصف هالإنسانة اللي ماخدة صفة مربية عم تهتم بالأطفال، وبعتذر من كل الأمهات اللي وصلن هيدا الفيديوهات عن أطفالهم مثل ما وصلنا. يعني ما بقدر أقول إلا يعني ما بعرف شو بدنا نحكي، ولكن هناك حتما إجراءات كتير مهمة لازم تتخذ بحق هيدي المعنفة. بدي رحب بمعالي وزير الصحة دكتور فراس أبيض. مساء الخير دكتور أبيض. مساء الخير، أهلين رابعة. رابعة، بس بدي أنا أول حقيقة أنا بمحل ما في تلفزيون، فما عم بشوف أنا شو عم بيصير، ولكن بتمنى أن أكيد تلفزيون جديد أخذ إجراءاته لحماية هويات هدول الأطفال اللي بالفيديو. يعني هذا موضوع نعم. مهم. نعم. هلأ الجميع شاف الفيديو، حقيقة وصلنا كلنا ووزارة الصحة تحركت بسرعة، بس الفيديو كان صادم جدا. نعم. يعني حقيقة أنه واحد ما ممكن يتصور، يعني غير مسؤول او اب او ام او هالامور، انه كيف ممكن انسان يتصرف مع يعني مع اطفال. نعم. حقيقه نحن عم نشوف في مجتمعنا امور صادمه، امور يعني ان كان اللي صار الله يرحمه الطفل لين او اللي شفناه اليوم او هالامور، حقيقه يعني امر واحد ما في يقف قدام. عشان هيك نحن بوزارة الصحة كان في تحرك سريع. نعم. انت بتعرفي نحن موضوع حماية الأحداث هو مش بس بوزارة الصحة، هنالك في وزارة الصحة، في وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، ثلاث وزارات حقيقة كان عندهم تحرك سريع. نحن بوزارة الصحة كنا عم نمثل مع وزارة الشؤون، كمان وزارة العدل القضاء كمان تحرك، خاصة بعد ما وصلت الشكوى. نعم. هنالك إقفال للحضانة، نحن دكتور حبشي، السيدة باميلا مسؤولة بالوزارة موجودين بالمكان، وهلأ عم بيقفلوا بالشمع الأحمر. هلأ موجودين بالمكان؟ نعم، بهيدي اللحظات؟ بهيدي اللحظات موجودين هني. نعم، يعني تم اتخاذ القرار بالإقفال. المربية تم الاتخاذ من وزارة الصحة، وكذلك وصلني أنا أنه كمان القاضي المسؤولة يعني كمان أصدرت قرار بهذا الموضوع. نعم. فذلك صار في تحرك كتير سريع، وعلما أنه الموضوع مش بس الإقفال، لأنه الإقفال هو منه كافي، هنالك إجراءات لازم تصير. إحنا في إجراءات بعد وزارة الصحة، وهنالك إجراءات كذلك أمام القضاء، لأنه هذا الموضوع يتعدى بس موضوع فتح أو إقفال حضانة. يجب نعم، أنه يعني اللي ارتكب هالأمور هذه يكون درس للجميع. نعم. شو العقوبة اللي ممكن تتخذ بحق معالي الوزير للمعنفة؟ نحن القضاء، هذا يعني القضاء بحسب التعنيف، هنالك نحن شو بتطالب حضرتك كوزير صحة؟ يعني في فيديو ما بعرف إذا وصلك، كانت عم بتطعمي بالقوة طفلة لا تتعدى 8 أشهر، يعني بيني وبينك أنا كطبيب كانت رح تموت، يعني كانت رح تقتلها. أنا لما شفت هالمنظر يعني كطبيب يعني خفت على البيبي، لأنه لا سمح الله يعني إذا البيبي صار له شيء أو اختنق أو تشردق كنا وصلنا بشيء ثاني تماماً. نعم. لذلك برجع بقول هلا نحن بهيدا الموضوع حقيقه بالدوله اللبنانيه هنالك بروسس معينه، هنالك جمعيتين بيتعامل اللي هو القضاء يعني بيتعامل معهم، اللي هم الجمعيه والاتحاد الاوبال، الاتحاد لحمايه الاحداث، وفي كذلك جمعيه اسمها حمايه. نعم. هن بيحققوا وبيساعدوا القضاء بهذا الموضوع. نعم. كل الامور تعرض ومن ثم القضاء بياخذ القرار اللازم، وانا اكيد انه حيكون في تشدد بهذا الموضوع، وخاصه انه كذلك اللي فهمناه من الاهل انه يعني هيدا مش يعني اللي نحن حضرناه هو عين، ولكن في فيديوهات اخرى. نعم. نحن ما شفناها. نعم. بس الاهل التيمز انه حدا يعني، والغريب يعني هذه تفكري فيها انت، مش بس عم بيصير في معامله سيئه، حدا قاعد عم بيصور، يعني شو هال نعم. شو هالانسان اللي بيقعد بيصور هيك امور غريب يعني حقيقه.